الكافيتيريا بتاع الزهرة. يا صباح الفل على الحلوين. انا بقول لك يا اخويا، عاوزين حد من عندكم يجي. يجي فين؟ عندنا. وعندكم ده يبقى فين يا حلاوه طحينيه؟ في البيت. اصل ستي شفت الزرع اللي انتوا زوقتوا بيه بلكونه الجيران وعجبها قوي وعاوزه تزوق بلكونتنا احنا كمان. وعنوانكم ايه يا عسل؟ ستة شارع النعمان شقة ستة. شارع النعمان؟ شارع النعمان ده يبقى فين؟ الله، انت مش من هنا ولا ايه؟ ده الشارع اللي وراكم. احنا ما فيش ورانا غير خدمتكم يا قصب الستة. قصب ده ايه ده يا زعزوع انت؟ مقبولة منك يا جميل. اول ما البشمهندس ينزل على طول هبعته لكم. وما تجيش انت ليه؟ على رجلك نقش الحنة. لا، ما انا بقى لا مؤاخذة ما اقدرش اسيب المحل. محل؟ هو فين المحل ده؟ محل ما احنا واقفين. طب خليه يجي بسرعة ويجيب الزرع معاه. ستي مستعجلة. يو، طب مش لما يعين الاول؟ يا عيني. هيعين البلكونة اللي انت عايزين تزوجوها. عقبال ما نزوجك يوم فرحك يا دميل. هتزوقني بصاري زرع يا شتلة الهبل. مقبولة منك يا بطاطا. اخصى عليك يا راجل يا ناقص. في ايه يا بنت؟ في ايه؟ انت يا راجل واقف هنا تبيع الزرع ولا واقف تخر قرع؟ اخر قرع؟ عيب كده يا بنت اختشي. عيب؟ وما امسلي الشحتوتي يكون قايل للبشمهندس. هتقولوا له ايه؟ هقول له انك نحس العتبة بمعاكستك للنسوان بس. نسوان؟ اه يا بنت، هو بيجيب السعد اللي قدم النسوان؟ اطلع انت منها بس وخش جوه خلينا نشوف شغليني. وما امسك الشحتوتي. اخلصي. يا لهوي يا لهوي على امريكا واللي جالنا من امريكا وجلايب امريكا. جلايب ايه؟ هتطفشك من فرشتك يا راجل. ربنا ما يحرمنيش منك يا اوسة. ولا يحرمني منك يا باشا. حلوة قوي يا باشا دي. يا اخويا هو الباشا احسن منك في حاجة؟ هو يطول يبقى زيك. الله يكبر بخاطرك يا منعشة حياتي. طب وطي صوتك. ايه ده؟ لا ده انا اقعد بعيد عنك بقى. ايه؟ ما انتش فاهمة يعني ايه ميتنج يا اوسة؟ ما يصحش كده، عيب. هو ايه ده اللي ما يصحش وعيه؟ ده انت بكالوريوس تجارة وموظفة درجة أولى، لازم تقوي نفسك في اللغة شوية. أنت هتفضل تقطم فيا؟ ما تقولي يعني إيه الميتنج دي؟ يا ستي ميتنج يعني مقابلة، يعني معاد. يا أنا عارفة الميتنج دي، أنا عارفة الميتنج دي من الأول. أنا كنت عارفة ميتن مش ناتن، ميتنج. أيوة أنا عارفة الميتن يعني ميتن يعني مقابلة. كانت بتقابل مين إن شاء الله؟ رئيس مجلس إدارة مدرسة كبيرة استثمارية. والله العظيم اختك هتشتغل مدرسة. مدرسة ايه يا اوسة؟ دول مرشحينها لوظيفة مديرة المدرسة. والله العظيم. على درجة كام؟ درجة ايه؟ قلتلك دي مدرسة استثمارية قطاع خاص. ايوه يعني هتقبض كام يعني؟ لا دول بيدفعوا مرتبات بالهبل، ده غير المرتبات اللي بتقبضيها من الحكومة. يعني كام يعني؟ يعني مش اقل من 3000 4000 جنيه. ده في السنة؟ لا، لغاية ما تطلع معاش. ايه يا اوسة بتتكلمي ازاي؟ 3-4000 جنيه في الشهر. في الشهر؟ اوعدنا يا رب، اوعدنا يا رب، بس اوعدنا بالهبل يا رب. يا صاحبي النبي ده والله العظيم 3000. ده انا اجيبهم في 3 سنين. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل يا ماما. اهلا 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 بعروستنا. عروستنا؟ طبعا. مش انتي عروستنا الحلوة؟ عروسة ايه بس يا بابا؟ ما خلاص بقى راحت علينا. فشل راحت عليكي. ده ايه ده؟ انتي ست الستات، ده انتي احلى بنت في الدنيا. والله في الدنيا يا ماما. طبعا كفاية انك بنت اوسة. ايوه. ياه ده غزل بقى. ومن قدك يا ست اوسة. الله، امال بنت قمر فين؟ ما طلعتش تفطر معانا ليه؟ اصلها خدت سندوتشات ونزلت على المدرسة جري. ربنا ينتهى بالسلامة من الثانوية العامة يا رب. قد الودعة ولك في البق لدعة يا خالي السوس يا لوز الفول. سوس ايه الله يعرفك على الصبح؟ يا بابا بيعين الفول بيقولوا كده. وانت مالك ومال البياعين يا سوق يا متدني؟ بعمل بروفة. بروفة؟ ما هو يمكن اشتغل بياع فول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا ماما؟ عمتك هي اللي حطت في دماغك الكلام ده يا ولد؟
وايه اللي جاب سيره عمتي في الموضوع ده دلوقتي؟ ما هي دي افكارها السودة عشان تكمل، عشان واحد يبيع لي شويه خضره والتاني يصلح لي بعربيه فول. مش مهم، المهم ان احنا نكسب الابيج. ايه ابيج؟ يعني برادس اللي حليح. يعني ايه لحليح يا ولد؟ يعني الموني، الفلوس. طب امشي غور من قدام. امشي. وانا قلت حاجه غلط؟ هو انت عمرك قلت حاجه صح؟ ما هو الصح صح والغلط يا بابا، وكله بقى في السلاكونيا. سلاكونيا؟ سلك سلكك تسلك. الله اكبر. اهلا اهلا وسهلا يا انسة، بتتكلمي زي اخوكي؟ يا اخويا ما تدقش ما تدقش، يلا كل كلمه تسمعها ابقى اعرف لها معنى، يعني ده معنى. والله انها لمن علامات الساعه. وما هذا الذي هو من علامات الساعة؟ الهطل اللي احنا فيه ده كلنا، بعد ما كنا بنفهم المعنى من الكلمة اللي بنقولها، دلوقتي بقينا نقول الكلمة وندور لها على معنى. ده مش هطل ده؟ لا في اهطل من كده يا بابا، بس اللي حضرتك رافض تتعلم. اتعلم ايه يا سوقي يا متفهلس؟ متفهلس؟ يعني ايه بقى متفهلس دي؟ والله ما عرفش، دور على معناها بقى يا فالح. صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. متشكر يا ماما، مستعجل والله، ورايا شغل. ربنا يوفقك يا ابني. شو قلنا حضرتك يا بابا؟ ايوه يا حبيبي. معلش عشان خاطري. ايوه. ممكن اطلب من حضرتك طلب صغير؟ اوي اوي حبيبي، انا تحت امرك. ممكن تسلفني 1500 جنيه؟ نعم. عايز 1500 جنيه وهردهم لك بكره. وعايزه ليه؟ هشتري بيهم شتلات زرقاء عشان ابدا شغل في المقابر من النهارده واكسب وقت. ايوه بس انا معايا شيك من المقاول ب 5000 جنيه، بس النهارده السبت والبنوك قافله، مش هقدر اصرف. والله يا ابني انا كمان قافل ومش عارف هفتح امتى. اقول لك استنى البنك اضمن. معقوله مفيش مع حضرتك 1500 جنيه؟ لا يا ابو لسان طويل، مفيش معايا 1500 جنيه. ولا انت يا ماما؟ بقول لك ايه، انا قافله انا كمان. انت بالك انت اذا كان معايا ولا ما معايش، يا بايخ يا رخي منت. لا حول ولا قوه الا بالله، بس تفهم، بس تفهم. ما تستفهمش، استفهم في دروسك يا خايب يا نايم. هو بينجح دلوقتي الا الخايب. خلاص خلاص يا ماما، حصل خير، ما تزعلش بابا، انا اسف. لا يا ابني تعالى خد. انا اللي اسف. فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، my friends. Hello. What is Mr. Aziz Sami's office, please? You. What, Mr. Aziz? Yes. I have an appointment with him. مش هتقدري تقابلي. Why? أصله لسه ما استواش. What? We're cooking him. بنطبخه وحناكله بكرة. طيب ممكن تسيبوا لي حته صغيره ادوقه وياكم؟ بتضحكوا على ايه؟ ده الفيه واقع دمه تقيل ما يضحكش. What's your name؟ غون نيم. Oh, what a shame. I thought you're a girl. No, I'm not a girl. What's your kind? A wild lion. أسد مفترس. Oh my god. Are you animal? المدرسة بتاعتنا هي الوحيدة من نوعها في الشرق يا دكتورة. Very good. وفي الغرب also. Very nice.
مدرستنا ملهاش مثيل في العالم كله. هاو؟ لأنها مدرسة سيفن ستارز. ألترا مودر. نيو فاشن. نيو فاشن؟ يس، لأنها مش مدرسة. وات؟ مش مدرسة أونلي يعني. هاو؟ مش مدرسة بس، دي مدرسة ونادي وأوتيل وديسكو كمان. أوه، ديسكو؟ يس، إحنا أهم حاجة عندنا راحة التلاميذ عشان يحبوا العلم ويطلعوا علماء يفيدوا الدنيا كلها. Very good. علشان كده إحنا بنحسس عليهم، بنحاول نريحهم، نبسطهم ونسعدهم بكل طاقتنا، لأنهم مش عاديين. مش عاديين؟ Yes. لأنهم choice selected من أبناء صفوة المجتمع، من رجال المال والأعمال وأصحاب الفخامة والعظمة. Very good. تعرفي حضرتك الكلاس عندنا فيه كام تلميذ؟ No. 10. 10 pupils only. 5 بنات و5 أولاد. Oh, it's very lovely. تعرفي حضرتك التلميذ الواحد بيدفع كام لمصروفات المدرسة؟ No. $40,000. $40,000 every year. Oh my God. تعرفي حضرتك؟ Please. أنا عايزة أعرف إيه المطلوب مني؟ اولا انا لازم اشرح لك سيستم المدرسه وفلسفه ونظم وسياسه ادارتها. اتفضل اشرح. اكسكيوز مي. كونداليزا. يس مستر عزيز. كم كويكلي بليز. اوكي سير. يس مستر عزيز. كونداليزا هاتي لي بريس بوك من بتوع المدرسة علشان الدكتورة تاخد فكرة. اوكي سير. واتصلي لي بالجراج عشان يحضروا لي الالكتريك كار عشان حامل تور انا والدكتورة افرجها على المدرسة. اوكي سير. كويكلي كونداليزا. اوكي. هتشوفي بنفسك يا دكتورة علشان تعرفي. اعرف ايه؟ ان مدرستنا ملهاش مثيل في اي مكان في العالم. I think that. انتي لسه شفتي حاجة؟ ده انتي هتشوفي العجب يا دكتورة. Sure. It's fantastic school. هنا منطقة الملاعب. عندنا ملعب للجولف وملعب تنس وملعب فوتبول وسكواش. واللي هناك ده تراك لركوب الخيل. ده يا دكتورة الريستورا والريست رومز. الريست رومز؟ ياس، الاستراحات. لمين؟ للتلاميذ. كل واحد فيهم له برايفت روم. واي؟ يمكن يحب يرتاح شوية، ياخد شاور، ينام شوية. ينام إيه؟ اني تايم، براحته يا دكتورة. براحته؟ هو الحصص الدراسية ملهاش مواعيد؟ الحصص الدراسية دي يا دكتورة شغالة على طول، كونتينيوسلي، عرض مستمر كده؟ ياس، المدرسين شغالين في شرح الدروس على طول. بيشرحوا لمين؟ لأي حد قاعد في الكلاس، حتى ولو كان one person only. Oh my God، شيء غريب. ما أنا قلت لحضرتك يا دكتورة مدرستنا مثالية، نموذجية، top. top في إيه؟ في التحرر، في التحضر، في الامتياز. التعليم مش بالإجبار والضغط يا دكتورة. دي طرق ثبت فشلها في كل المدارس التقليدية. مستر عزيز، بس التعليم برضو له قواعد وأصول. كلمة أصول دي يا دكتورة هي اللي أخرتنا وجابتنا ورا. هاو؟ العالم كل ثانية بيتقدم يا دكتورة، وحضرتك جاية من أمريكا وعارفة. I know. التعليم في أمريكا له أسس وقواعد وأصول. بلاش كلمة أصول كتير قوي كده يا دكتورة عشان بتفكرني بالجمود والتخلف. هاو؟ شايفة الشجر اللي قدامك يا دكتورة؟ يس. اهو ده كان اساسا بذور مدفونة في بطن الارض. شور. لو كان لزق في بذوره وما ضربش الارض بساقه
وشقها وطلع من بطنها ونمى واتطور وبقاله فروع وساق، كان بقى شجر يطرح ثمر؟ اوه كلامك غريب مستر عزيز. بليز جاوبيني عليها دكتوره. ما هو لو ما كانش في بذور وجذور ما كانش بقى فيه لا شجر ولا ثمر اللي هي الاصول. تاني هتقولي لي اصول يا دكتوره؟ الاصول لازم تتحرر وتنطلق وتتطور زي ما البذور كده اتحررت وتهجنت وبقى عندنا خوخ ممشمش ومشمش مخوخ. كلامك صح مستر عزيز، لازم الاصول تتطور وتنطلق وتتحرر. بايه يا دكتوره؟ بالعقل والعلم والعمل. فيري جود، هو ده يا دكتور. مستر عزيز انا ممكن اعرف انا هنا مطلوب مني ايه اعمله في المدرسه؟ مطلوب منك اهم حاجه. اللي هي؟ طب تسمحي لي ناخد سوفت درينك الاول في الكافي شوب وبعدين نكمل التور؟ اوكي اتفضلي يا دكتور. اتفضلي. هدي اعصابك يا دنيا وحاولي تسمعيني. مش عاوزه اسمع حاجه وبليز سيبوني لوحدي. ليه يا داليا؟ هاني صاحبتك وبتحبك. انا داليا فشوش ولسه ما اتخلقش اللي يجرؤ يكلمني بالطريقه دي. اعذريها يا داليا، قدري موقفها. موقف ايه؟ تصورت انك بترسمي على البوي فريند بتاعها عايزه تخطفيه منها. ها؟ غبية! انا لو عايزه اخطفه ما ارسمش عليه. امال تعملي ايه؟ اشاور له بصباعي. انا داليا فشوش. انتي عارفين. اتفضل يا دكتور. ثانك يو. اتفضل. ثانكس. تشربي حاجه يا دكتور؟ لا شكرا. انا هروح اجيب هانيا تعتذر لك وانصف الخلاف. نيفر، مش عايزه اشوف وشها. روح هاتي يا نجوى. قلت مش عايزه اشوف وشها. اوكي تصالحك بظهرها. شوف يا دكتورة، احنا عندنا إدارة المدرسة أهم حاجة فيها التخصص سبيشاليتي. السبيشاليتي في إيه؟ سبيشاليتي في كل حاجة، يعني بندي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. فيري جود. يعني عندنا تعليم مثلا ده من اختصاص الخبيرة الأمريكية أجاثا هاردي. Good. هي المسؤولة عن برامج التعليم وطريقة تدريسها في المدرسة. Nice. السبورتس ده من اختصاص الدكتور بيتر توماس. الخبير السويدي المعروف. هو المسؤول طبعا عن البرامج الرياضيه والبادي بيلدينج. فيري نايس. اما الارتس والبرامج الفنيه والميوزك دي مسؤول عنها الخبير الايطالي العالمي كوتابرانديلو. جود. انا شايف ان انتوا مش محتاجين اي حاجه. لا احنا محتاجين اهم حاجه اللي هي البيهيفير ثيرابي، العلاج السلوكي للتلاميذ. يس. وده من غيره مش هينفع اي حد من المتخصصين دول يعمل شغله. شور. وده اختصاصك يا دكتور. اوكي. وهنديلك 2000 دولار في الشهر. اوه اتس نوت انف مستر عزيز. ده بصفه مبدئيه يا دكتوره. قلت لك مش عايز اشوف وشها. ايه دي ايديا، ما يصحش كده. انت هتعلميني ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش؟ انا داليا فشوش. اتفضلي يا دكتوره، شوفي شغلك. بس احنا ما اتفقناش مستر عزيز. هديلك 3000 دولار في الشهر. بس خلصينا ونجدينا من السلوكيات الزفت دي. اوكي. What happened؟ وانتي مالك انتي؟ Shut up! You are really animal! بالهوا يا دكتورة، بالهداوة. مستر عزيز، من فضلك روح مكتبك، سيبني أشوف شغلي. مين دي مستر عزيز؟ I said shut up! حضرتها تبقى المديرة الجديدة للمدرسة مس داليا. نفضلك روح مكتبك مستر عزيز. اوكي اوكي انا ماشي ماشي. جو جو. اعدلي الترابيزة اللي وقعتيها على الارض ولمي كل الازاز اللي مكسور. انا الم ازاز؟ انت ما تعرفيش انا مين. انت اللي ما تعرفيش انا مين. اعملي اللي بقولك عليه قبل ما امسح بكرامتك الارض واكسرك زي الازاز بالظبط. نو no, مش هلم ازاز. هتلمي الازاز. لا هتلمي الازاز. لا ايه يا حبيبتي مالك؟ بس ما تقولش يا حبيبتي، لو كنت حبيبتك كنت على الاقل تخاف عليا.
واخاف عليكي من ايه بس؟ من مراتك يا استاذ. وهي عملت لك حاجه ولا جت جنبك؟ الله اعلم هي ناويه تعمل لي ايه، دي ست قادره وقويه. شيلي بقى الاوهام دي من دماغك، هي ما تعرفش ان في حاجه ما بيننا اصلا. امال بتعمل معايا كده ليه؟ بتتحرى عني عشان ايه؟ ومين قال لك بقى انها بتتحرى عنك اصلا؟ امال هيكون مين؟ مش عرفني، اسالي بقى مرات البواب اللي بتقول لك. والعربيه الحمراء؟ هو ما حدش عنده عربيه حمراء غير لوسي. يعني كل المواصفات منطبقه على لوسي. وهي هتعمل ليه كده بس؟ اسال نفسك او روح اسالها. لا اسالها بصراحه ما اقدرش اسالها. ليه؟ عشان لو سالتها هتحس ان في حاجه ما بيننا. خايف منها؟ مش مساله خايف. امال مساله ايه؟ لازم امن نفسي منها. يعني خايف؟ يوه خايف. ايوه يا ستي خايف. الله، وتامن نفسك ازاي بقى؟ انا مجمع شويه اوراق ومستندات ممكن ادخلها السجن في لحظه لو وقعت معايا في حرب. حرب؟ اه طبعا. امال اخلص منها ازاي؟ انت مش قلت انك تقدر تخلص منها بسلام؟ هو في سلام من غير مواجهه ومن غير حرب؟ وهو احنا قد الحرب دي؟ اهو اديني بجمع شويه اسلحه عشان اخلص منها يعني. وانت ايش عرفك ان الاسلحه دي هتهز شعره من شعر لوسي؟ انا عندي اوراق بقى هتخلي لوسي قرعه من غير ولا شعرايه. بس ما تبقاش قرعن. قرعن؟ يعني ايه قرعن بقى ان شاء الله؟ يعني بلاش تندفع كده بالكلام، بطيش. لوسي دي قويه قويه قوي، قويه بفلوسها وبنفوذها وبعلاقاتها اللي هتخرجها من اي تهمه زي الشعره من العجين. بقول لك ايه، انا مش ناقص احباط، انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. يا رب يا رب انت اللي عالم بحالنا يا رب. يا رب خلصنا بقى من الموضوع ده على خير يا رب. الف الف مبروك يا دكتوره. الله يبارك فيك يا حبيبي. اه وهتستلم شغلك امتى؟ انا اوريدي استلمته خلاص. يعني انت تعينتي واستلمتي شغلك في نفس اليوم؟ يس اسامه. عجايب. واي؟ يعني اداره الشؤون الاداريه طلعت قرارك كده على طول. قرار ايه؟ قرار التعيين. قرار ايه وشؤون اداريه ايه يا اوسه؟ انت فاكراها متعينه في ديوان مصلحه؟ اهو كله تعيين، وبعدين اجراءات الاستيفاء لازم تاخد وقتها. استيفاء؟ وات؟ استيفاء يعني ايه؟ يعني الاجراءات الروتينيه والتعقيدات الاداريه اللي اخرتها وظيفه على قد الديه. ديه؟ ايوه، ما هو كل واحد بيقبض ماهيته على قد ديته، يعني قيمته من وجهة نظر السادة اللي بيعينوه. أنا مثلا ديتي 1500 جنيه في الشهر، يعني 50 جنيه في اليوم. قولي ده كمان عشان أنا وكيل وزارة محترم وعندي خبرة أكتر من 30 سنة في العمل. طب أوسة؟ هلا أوسة موظفة درجة أولى، ديتها 450 جنيه، يعني 15 جنيه في اليوم. قولي وايه اللي قولي 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 قولي، ما تقولي لنا يا حبيب ديتك كام؟ انا باخد 3000 دولار في الشهر. وات؟ ده بصفه مبدئيه. يا لهوي، هو انت عينوكي رئيسة وزراء؟ نو. ما تستغربيش يا اوسة، ربنا بيدي كل واحد على قد ديته. يا دي النيلة، ده احنا على كده بقى ديتنا سودة. اضحكي معايا. تعريف حق الملكية. عرفت المجموعة المدنية المصرية حق الملكية في المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. يا اخي وطي صوتك شويه، بحسب حسابات. يا عم انت بقالك ساعتين عمال تحسب، انت بتحسب ميزانيه الدوله؟ يا ابني الحسابات محتاجه تركيز ودقه، واللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. عقبال يا رب. ركز في مذاكرتك، ركز. ما انا مش عارف اركز، ظهري الحنا يا ابني بالقعده على السرير. ما تسلفني مكتبي شويه بقى. الله، هي حبكت؟ ما تطلع تذاكر فوق الروف ولا هي رزاله؟ طب سلفني 30 جنيه. ما انا لسه مديك 50. لا يا دودو، دول كانوا جدعانه منك، وبعدين انا هستلفهم منك وهردهم لك. من ايه؟ من مصروفي طبعا. اول ما اقبض من ابوك هنشافك دغري. وعايزهم ليه؟ في حاجه نفسي اشتريها. حاجه ايه؟ ده انت بقى اللي غاوي رزاله. ما انا لازم اعرف حاجه ايه اللي انت عايز تشتريها ب 30 جنيه. هي مش ب 30. امال بكام؟ هي ب 80. انا معايا منهم 50 وناقص لي 30. وايه بقى هي الحاجه ديت؟ جزمه. ما انت عندك جزمتين. اشتكوا، فتحوا بقهم وصوتوا. صوتوا؟ مش شايليني بقالهم اكتر من سنه، نفسهم القطع. دي الرحمه حلوه يا جدع. والله العظيم العياء والحنتفه اللي انت فيها دي هي اللي مودياك في داهيه.
يعني يرضيك ان اخوك اخوك يبقى حر وسط اصحابه. فاشر يالا. ماشي اديك ال 80 جنيه عشان تشتري جزمه جديده. احبك احبك يا دودو يا ابو ايد فرته يا مجدع. هو انا عندي اغلى ولا عايز منك ادي سير سير انت؟ ربنا يفتحها في وشك ويسعدك ويرزقك برزقي. انا مستعد ادي لك كل اللي انت عاوزه بس نخف عن بابا شويه. الله يحنن قلبك الله يكرمك الله يزيدك من نعيمه. جريالة انت هتعملني شويتين انت وشحتني سيدة وتشحت عليا. اله يا رب تتخرم ايديك الاتنين. ايه تتخرم ايديا عشان تصرف بالهبل يا حلو انت. ماشي بس المهم تركز في مذاكرتك وتنجح بقى. والله نفسي. وايه اللي منعك ما تذاكر؟ مواد القانون دي مع قرابه بتتذاكر وبتتفهم بصعوبه بتضلين. طب اسمع اجيب لك الواد بياص يشرح لك ويساعدك. بياص؟ مين البياص ده؟ المحامي بتاعي واد عقر وبيفهم في كل مواد القانون. طب الحقني بيه لحسن انا مبايص على الاخر. حلو مبايص يا بايص انت. نعم يا حبيبتي. ممكن اخد من وقتك دقايق؟ طبعا تعالي. اولا الف مبروك على الشغل الجديد. ثانك يو يا حبيبتي عقبالك. يا ريت يا طنط انا بزهق قوي من القعده في البيت. ان شاء الله هتلاقي شغل. الشغل في ازمه يا طنط بقى عمله صعبه محدش يقدر يلاقيه. قصدك الوظيفه؟ ايوه يا طنط اغلبيه الخريجين من الجامعات مش لاقيين وظايف. I know. والحمد لله انهم مش لاقيين وظايف. الحمد لله. يس عشان يشتغلوا. طب كده هيشتغلوا ايه؟ كل واحد لازم يشغل مخه ويشحن قدراته وينعش مواهبه ويفكر. يفكر في ايه؟ في اختيار شغلة منتجة يحقق بيها ذاته ويأكد بيها وجوده في الحياة. شغلة منتجة زي ايه يا طنط؟ زي ايه دي؟ انت اللي تحدديها بنفسك. طب احددها ازاي؟ انا اقولك ازاي. يا ريت يا طنط. انت هواياتك ايه؟ انا معايا بكالوريوس سياحه وفنادق. انا بقول هواياتك مش شهاداتك. your hobbies not your qualifications. بصراحه يا طنط مش عارفه انا ايه هواياتي. how عمري ما كان في حياتي وقت امارس فيه هواياتي. كان وقتي كله في مذاكرة المناهج الدراسية والرغبة في النجاح والخوف والقلق من السقوط أو حتى النجاح من غير مجموع. Very good. وبعد ده كله برضو ما حققتش اللي نفسي فيه. كان نفسك في إيه؟ كان نفسي أدخل كلية الألسن وأطلع مثقفة كده وأتكلم لغات. لكن مجموع الثانوية العامة خاني وحدفني معهد الفنادق. مش مهم أديني خدت شهادة عالية وخلاص. وخلاص؟ يعني الحياة توقفت على كده؟ بصراحة آه هو ده إحساسي يا طنط. ما بقاش عندي أمل في أي حاجة. نو لازم يكون عندك أمل. أمل في إيه؟ في ربنا سبحانه وتعالى. آه طبعاً يا طنط. يبقى اتفقنا. اتفقنا على إيه؟ على إن عندك أمل لأن ما فيش حياة من غير أمل. مش ربنا قال اعملوا؟ ما أنا مش عارفة أعمل إيه. ما هو ما فيش عمل أصلاً وهي دي المشكلة. بالعكس العمل موجود وما فيش فيه أي مشكلة. بصراحة يا طنط أنا مش قادرة أفهمك. كلميني ببساطة شوية على قد عقلي. أوكي لو طلبت منك تعملي لي كوباية شاي فيها مشكلة؟ لا طبعا. ولما تعملي كوباية الشاي مش يبقى أديتي عمل؟ آه فهمت. فهمتي إيه؟ هتقولي لي روحي اشتغلي مضيفة في كافيتيريا. أنا مستعد بس هي فين الوظيفة؟ انسي كلمة الوظيفة دي خالص. أمال أعمل إيه؟ الإنسان عشان يقدر يكافح وينجح في الحياة لازم يكون عنده 3 weapons 3 أسلحة. أسلحة؟ يس شهادة وهواية وصنعة. صنعة؟ profession. يعني صنعة زي إيه يا طنط؟ any profession
أي صنعة يستحق عليها أجر أو يحقق من وراها دخل مادي. وحضرتك عندك الأسلحة دي يا طن؟ Sure, I have qualifications, hobbies and profession. طب qualification دي وعرفناها، هوايتك إيه بقى؟ سماع الموسيقى بكل أنواعها وجنسياتها والرياضة. وصنعتك؟ I am a good house doctor. يعني إيه؟ يعني طبيب البيوت، painter، نقاشة. نقاشة؟ أدهن الحيطان بويا بالرول والزق الوول بيبر. Very good. وكمان بتعرفي تلزقي ورق الحيطة بإتقان، وأجري وصل في لزق المتر الواحد $30. واشتغلتي في الصنعة كمان؟ يس، في وقت كنت محتاجة فيه الفلوس. يا طنط، ده حضرتك حكاية. الحكاية بمنتهى البساطة، ربنا خلقنا وخلق رزقنا معانا، وعلينا احنا بقى نجري ونسعى ونفتح الأبواب والشبابيك والبلكونات. البلكونات علشان الرزق يدخل حياتنا مع الشمس والهواء. ما هي المشكلة ان انا حياتي غرفة مغلقة كلها حيطان مسدودة، ما فيهاش ولا شبابيك ولا بلكونات، حاجة تخنق. طب ما تفتحي. افتح ايه؟ افتحي الحيطان، شقيها عشان تتنفسي. وشقها بايه؟ بالويبونز، بالتلات اسلحة اللي قلتلك عليهم. لو واحد ما نفعش يبقى اكيد التاني او التالت هينفع. ما انا ما عنديش غير سلاح واحد شهادتي وبس، وطلع كمان سلاح فيشنج، ما ينفعش. السلاحين التانيين موجودين. موجودين فين؟ جواكي، بس انتي ما فكرتيش تستعمليهم، لكن لو فكرتي هتلاقيهم، شور هتلاقيهم. يا ريت يا طن. توعديني؟ اوعدك بايه؟ بانك تفكري. اوعدك يا طن، بس اشوف حل للمشكله اللي انا فيها. مشكله ايه؟ انا واقعه في مصيبه يا طن. What happened؟ الست اللي كنت بشتغل عندها، مرات الولد هاني؟ ايوه. مالها؟ من ساعه ما سبت الشغل وهي عماله بتراقبني وبتعمل عني تحريات، خايفه تكون ناويه تاذيني او تعمل فيا حاجه وحشه. واي؟ مش عارفة. انتي لسه على اتصال بهاني؟ بصراحة ايوه يا طنط. مش اتفقنا تقطعي صلتك بيه؟ مش قادرة، مش قادرة يا طنط. بتحبيه للدرجة دي؟ بحبه يا طنط، بحبه قوي. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البيت ده ملوش بواب ولا ايه؟ لا ليه يعني، يلزم خدمة. سراج منير شمس الأصيل ساكن هنا؟ ايوه. في انهي دور؟ الدور اللي فوق. طب انا طالع له. كان بيسألني ليه؟ صباح الخير يا امي الحبيبه. صباح النور يا حبيبي. انت صاحي بدري ليه النهارده؟ انا ما نمتش خالص. ليه؟ طول الليل سهران بديها. بديها ايه؟ مذاكره طبعا. انا قررت وعزمت وصممت ان انا انجح السنه دي. يا اخويا ربنا يسمع من بقك وتخلص بقى من سنه تانية دي. طمني يا اوس، انا لما بصمم مفيش حاجه بتقف قصادي. طب يا سيدي ربنا يهديك ويكملك بعقلك يا سراج يا ابني. اجري بقول لك ايه، افتح الباب على ما احضر الشاي لابوك لحسن مستعجل وعاوز ينزل. هو هينزل بدري كده؟ ايوه يا سيدي، عنده لجنه في الوزاره. ربنا يكفينا شر اللي جان ويعدينا منها. لجنه ايه يا ولد؟ لجنه الامتحان يا اوسه. طب امشي امشي، افتح الباب بسرعه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سراج منير شمس الاصيل موجود؟ ايوه انا سراج. اتفضل اندلنا هنا. امضي لك على ايه؟ استلام الاعلان ده. اعلان ايه؟ اعلان جلسه في المحكمه مرفوع عليك قضيه. في ايه يا اسراف؟ الحقيني ياما. في ايه يا وقت؟ مين حضرتك؟ انا المحضر. محضر؟ امضي يا استاذ وخلصني، ما عنديش وقت. يمضي على ايه؟ يا دي النهار الاسود. في ايه يا وقت؟ ما تفهمني. مرفوع عليا قضيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحقني يا منير. ايه في ايه؟ ابنك مرفوع عليه قضيه. قضيه من مين؟ من الاستاذ زاهر زهران المحامي. زاهر زهران؟ ادي اللي انا كنت عامل حسابه وخايف منه.
يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اللهم اجعله خير. في ايه؟ في ايه يا ماما؟ خير يا جماعه؟ ايه الزعيده؟ في ايه؟ امضي يا استاذ وخلصني. وانا مكتوب عليا ابقى متهم يا ربي؟ في ايه يا ابني؟ ما تقول لي مكتوب عليا ابقى متهم؟ عمري ما هبقى محامي ابدا. ما هوش اللي جايب ده كله لنفسك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. What happened?